قبل ما توجه للبشمهندس صلاح حافظ معايا على التليفون، رائد شرطة استقال بسبب ابن سامح فهمي اسمه هاني بدر الدين. هاني بيه ازيك؟ اهلا وسهلا، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاني جمال الدين. هاني جمال الدين، سامحني، هاني جمال الدين. لا مفيش حاجة. قول لي حضرتك ايه الواقعة؟ والله الواقعة في يوم من الأيام أنا كنت ضابط شرطة في مديرية أمن جديدة، وكنت عندي أعمال كمين في مدينة الشيخ زايد، مدينة 6 أكتوبر. أيوه. واللي حصل ان لقيت وانا في الكمين ان لقيت ابن استاد الوزير سامح فهمي داخل عليا بطريقه مسرعه، طبعا ما اعرفوش، انا فوجئت العربيه داخله بسرعه ومنوره النور العالي فاستوقفتها. لقيت ان ابن استاد الوزير سامح فهمي نزل، بقول له رخصك بعد اذنك، نزل مش عايز يعني يبرز الرخص، فصممت ان انا يبرز لي الرخص. في برز الرخص فعلا هو حطها لي في وجهي بطريقه مش غير لائقه تماما. فكلمت معاه بقول له دي مش طريقه ان احنا يعني نسدي بيها الرخص وبتاع، فاداني الرخص كده مسكتها في ايدي، عرفت ان هو ابن سيد الوزير سامح فهمي. فقلت له حضرتك اتفضل معايا، انا هضطر اخد اجراء بسبب الاسلوب اللي انت اتكلمت مع ابرزت بيه الرخص، وطبعا اتكلم معايا بطريقه مش 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 يعني مش كويسه قوي يعني. فاستاذني لو كان معانا ناس هيوصلهم ويجي على الاسم. فعلا زي خدت منه رخصه وطلعنا على الاسم. كان ساعتها السيد المأمور سمير الحفناوي موجود. هو ما كانش موجود في الاسم، لكن هو كان ساعتها ماسك مأمور اسم مدينه 6 اكتوبر. ايوه. كان روح بيته كان الساعه 3:30 او 4 الا ربع تقريبا، اتصلوا بيه غرفه العمليات رجعته مره اخرى للاسم. جه لقى سمير، خدوا لقيته دخل هو سمير وسمير سامح. فبقول له بيقول لي ده هاني، ايه هاني اللي حصل مع سمير؟ قلت له اكيد هو حكى لسعادتك كده ان اللي حصل 1 2 3 4 وكانش عايز يبرز الرخص ودخل على الكمين بطريقه مسرعه ومنور النور العالي وكل الشروط اللي بيخل بيها اعمال المرور. طبعا صالحنا على بعض طبعا بطريقه جميله قوي يعني. طبعا صالحنا على بعض. نايمه؟ طبعا بقول لك طبعا. صالحنا على بعض وقال لي طبعا يا هاني ده سمير اخوك ووالده راجل محترم وبتاع، وحسيت ان الموضوع هيتجوز بطريقه يعني مباشره او غير مباشره، فطبعا قبلت الصلح ومش يعني والموضوع انتهى يعني، والراجل اعتذر، سمير اعتذر على اللي بدر منه لان هو كان فعلا حاسس ان هو غلطان يعني. ده الواقع. بس المشكله مش في سمير، ولا مشكله ان في القيادات طبعا عايزين يجاملوا السيد الوزير، فلقيت المعامله اختلفت تماما يعني، المعامله اختلفت يعني بعد الموقف ده لقيت نفسي اتنقلت، وانا ما انا يعني ما قلتلوش لفظ خارج، ما اتكلمتش معاه بطريقه وحشه، ما علقتش صوتي عليه يعني، انا ما اعرفش ليه ده كله حصل. فحسيت ان مش حسيت بالفعل يعني، لقيت بقى اتنقلت رحت دايره غير الدايره والمعامله اختلفت تماما، وبقت اكني مثلا عملت جرم كبير جدا. معلش معلش يا هاني، هاني جمال الدين بشكرك، وكانت النهايه زي ما قلت لكم في البدايه بيجاملوا طبعا لانه كان الرجل